الريال اللي فجأة يقول أنا عفت، صعبة على الحرمة والله صعبة. تين ليش تعوف فجأة؟ أنا أحيد الريال دايما هو الشاري، هو اللي يبى عياله ويبى بيته وما يبى الأسرة. يعني أحيد نحن لأن نحن متضايقات وما عندنا غير هالأكزت، فنبغى إحنا ننفصل. بس لذلك يطلع علينا ان نحن اللي ما صبرنا، احنا اللي نبغى نتطلق. لا، بس احيانا يكون الموضوع جاي من الريال. خلال الاسبوعين اللي طافوا حالتين الريال عايف. زين ليش؟ والله بس خلاص. زين اعطيني سبب. يعني ما في سبب، بس ترى اللي عنده هالمشكله لا، يعني شو اقول لكم، اتوقعوا ان عندهم حالة نفسية معينة، اكتئاب معين، اكتئاب ما تعالج من البداية، جاي يعني من كم من سنة، ممكن من وفاة اب، من وفاة حد عزيز. دائما الريال اذا فقد اب، اذا فقد حد، صدمة حصلت له، سبحان الله، الرجل زعلته غير، ضيقته غير، واكتئابه غير. فبتشوفين ياخذ قرارات. لا تستعجل يا أخوي بالقرارات، لأنك أنت إذا أنت مريت في صدمة أنت مو في وعيك الحقيقي، أنت محتاج إلى وقت. لا تستعجل وخلك يعني خلينا نقول القرارات اللي مثل هالقرارات لا تؤخذ يعني جيب الهوينة، لازم تؤخذ بهدوء وبتفكير وبحكمة، وتفكر بالأطراف وتفكر بكل الناس اللي موجودة من حولك، عيالك، زوجتك، أهلك، نفسك. هني تعال شوف مختص، وإحنا موجودين.